بيذكر الله بقلبه، بيتمتع بالمحبة، بالسلام، بالفرح، رغم كل الظروف الصعبة والأيام الصعبة اللي عم نمرق فيهم. لأنه نحن مش الظروف بتقرر فرحتنا، مش الظروف بتقرر سلامنا، نحن من جوا بينبع سلامنا وبيغطي على كل الظروف باسم يسوع. معقول إنه الحياة بدها تكون حلوة، بدها تكون يعني كتير منيحة وكل شيء رح يكون بسلاسة؟ لا، الغيوم السوداء مثل ما قلنا الكل موجود، كلنا موجودين بهالدنيا، بس في فرق بين الشخص اللي بيمرق لوحده بوادي بوادي ظل الموت، وفرق بين انه شخص عم يمرق بالرب يسوع ماسكه بايده. صدقوني يا احبة، الام يلي عندها الرب يسوع بحياتها بتاثر على عائلتها، بتاثر على اولادها، على احفادها، على زوجها، على الجيران. فعندنا نحن ثروة روحية غير سيدات ما عندهم اياها، يلي اكيد ما عندهم الرب يسوع بحياتهم. قال نحن اول شيء عندنا مسؤولية كمان، غير الاشياء اللي بنتمتع فيهم عندنا مسؤولية. ضروري كثير ننمو، ما نبقى قزم بالايمان، ضروري كثير نتعمق بكلمة الرب. اليوم نحن الأطفال إذا ما شربناهم الحليب وما غزيناهم رح يضلوا أطفال، رح يضل نمو مش طبيعي، رح يطلعوا مش طبيعيين. فذات الشيء قال الولد وقت اللي بيخلق بيخلق طبيعي، بيكون كل شيء مكتمل، ومش إنه أو بس يخلق أول شيء بيخلق عم بأجر وحدة، بعدين هو عم ينمى تطلع له أجر تاني، هو عم ينمى تطلع له، لا، بيخلق كامل وبيصير ينمى كله سوا. الشخص اللي بيقبل الرب يسوع بحياته بيولد ولادة تانية كاملة، مش بيكون نسمس اليوم على مزاجي اليوم ومثل ما الرب بده، لا، نخلق كليا نحن ونكون للرب يسوع وبنمى روحيا مع كل شيء بحياتي، بنمى بعلاقاتي، مع أول شيء بعلاقتي مع الرب، علاقتي مع عائلتي، مع أولادي، مع جيراني، مع جوزي، كلهم بحسوا إنه أنا في شيء تغير فيه. ما بعرف إذا أنتم ربطوا لهالشيء بهالاختبار، كلهم بيعرفوا إنه تغيرنا. قال في كذا نوع مسيحيين، في مسيحي، أنا عم بحكي هون مسيحي مش الديانة المسيحية، عم بحكي شخص اللي قبل الرب يسوع بحياته، قال بيكون متذبذب أو بيكون متأرجح أو بيكون صاعد. المتذبذب بحياته بيكون هيك واقف محله عم يعمل هيك هيك، بس هو واقف محله ما عم بيلمع، ما في ولا خطوة لقدام. المتأرجح بيكون في عنده كتير تحديات بأمور روحية، بس مش عارف ضايع. اللي بيشبه المؤمن اللي بيشبه المصعد هو دايما في نمو، دايما في صعود لفوق. قال بس الرب يسوع يسكن بقلبنا تتغير شخصياتنا، تتغير اهدافنا، قيمنا، اخلاقنا، نتغير كلنا سوا من جوا ومن برا. فبصير فكر